الليلة التي أسلم فيها ذاته لأجل حياة العالم، أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين ورفعه إليك أيها الإله الآب، وشاكر وبارك وقدس وكسر. أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا فكلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. أطلب إليك وندعوك إلى قدوس القديسين، ونسألك أن يحل بريد صباحك روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، ويباركها ويقدسها ويظهر هذا القرب جسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. وهذه الكأس دم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. المبرر لأجل حياة العالم. آمين. أما نحن جميعا مشتركين في الخبز الواحد والكأس الواحد، فاجعلنا متحدين بعضنا ببعض في شركة الروح القدس الواحد، ولا تجعل أحدا منا يشترك في جسد ودم مسيحك المقدسين في الدينونة أو في القضاء، بل لنجد رحمة ونعمة مع جميع القديسين الذين نرضوك منذ الدهر، خصوصا سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة لنا دائما القدرية مريم. Oh,
الكنيس مبرم الطفل ربنا بطيركنا غير بولس المغبوط وانا ملك نائسك المقدس ان يكونا في سلام صحيحين مكرمين معافيين مديدي الايام مفصلين باحكام كلمه حقك. اذكر يا رب نائسك ملكنا جوج الواقع وملك نائسك المقدس ان يكونا في سلام صحيحا مكرما معافا مديدي الايام مفصلين باحكام كلمه حقك. فالمصيب على الطاق
Yeah.
وقدس يا الله شعبك وبارك ميراثك.
الشرعية سابقا وله الأيادي البيضاء في بناء الكنيسة وهذا الصرح. قدس الأب بولس الموجود الآن خادم الرعية، نرحب بكم أجمل ترحيب، نرحب بسيادة المدران بالعبارة اللطيفة الذي يرددها الجميع: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك سيادة المدران، ضيفا ومدرانا وأميرا لأبرشية الجليلين في الديار المقدسة. نرحب بك أجمل ترحيب ونشكرك على هذه اللفتة السامية لزيارة الطائفة، وخاصة في هذا اليوم الفضيل الذي تتساقط فيه البركات لتكامل الزهور في أول أيام الربيع، ونحن نتكامل بوجودك معنا يا سيادة المطران، فأهلا وسهلا. ونحن ننتظر الزيارة التاريخية في الشهر القادم لزيارة القرية عامة، ونحن في هذه القرية نعيش معا دروزا مسلمين ومسيحيين جنبا إلى جنب، شركاء في السراء والضراء، نتقاسم الخير وننبذ الشر بنعمة الآب والابن والروح القدس إلى وهي واحد، آمين. أهلا وسهلا بالجميع. شكرا أبو برج كبير. بحب أسكر إنه هاي الزيارة زيارة اليوم عادية لسيدنا عنده.